محي الدين ملكي مساعد صحي، نخدم عامل عن طريق الحظائر بمستشفى المحلي برديخ. نحن مجموعة من العمال نخدم في مختلف المؤسسات العمومية. نورمال مو باش توقع تسوية وضعياتنا بصفة آلية كما ساير في الجمهورية كلها. في السنة هذه 2015 تفاجأنا مؤخرا بمراسلة من الوزارة فيها مجموعة من العمال اللي هما نحن عددها 32 شخص، فيها أن غير معنيين بالتسوية، والسبب أن ما كناش نخدمه بصفة مسترسلة عن طريق الحضارة، وإنما كنا نخدمه عن طريق الآلية 16، والشيء هذا نحن ما عندناش به حتى علم. ومن نهار اللي بشرنا العمل بصفة مسترسلة عن طريق الآلية 21 اللي هي الحضارة. بعد ما قمنا بالعديد من التحركات في المدة الأخرى وراسلنا الولاية وراسلنا وزارة الداخلية والوزارة الأولى فيما يخص الحكاية هذه، ما لقيناش حتى تجاوب من السلطة، وما لقيناش حتى رد رسمي، إلا أنه معناها المدة الأخرى عادوا راسلونا قالونا راكم معناها غير معنيين بالتسوية، والسبب المذكور اللي ذكرناه سابقا. بعد المحاولات اللي عملناها كلها والتحركات اللي عملناها كلها، اليوم دخلنا في اعتصام سلمي في معتمدية رديف، نطالبوا المسؤولين ونطالبوا السلطة المعنية بشرح الوضعية نتاعنا وتسوية وضعيتنا المهنية في أقرب وقت. ومن هنا معناها المرحلة سابقة، نحن المرحلة القادمة مستعدين باش نخوضوا جميع الأشكال النضالية من أجل حقنا.